يوم جميل، يوم يفرح أن نشوف عيال الإمارات، عيال زايد، عسكر وحماة الوطن في هذا الاصطفاف اللي يفرح ويعطي الثقة. هذيل هم اللي وراي اليوم، تشوفونهم بعد أسات الكاميرا. هذيل هم صمام الأمان، هذيل هم نفسهم مستقبل بلادنا، هذيل هم عيالكم، عيال كل بيت. نحن استثمارنا الحقيقي في هذيله، لأنهم هم اللي يشكلون حماية الوطن، وهم اللي أيضا يشكلون أمن ومستقبل دولة الإمارات. لكل عائلة وكل أم وكل أبو مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس. نحن نفتخر فيها، أنا شدنكم ربيت ويبتولنا خيرة الأبطال اللي نشوفهم اليوم في ميدان، اللي تفخر به كإماراتي، يفخر بوطنه ويفخر بعائلته ويفخر بعياله.